لو الحكاية فيها إن فيجو أربع ويك عام أنت راجل خطيب مفوه بس عايز شوية شوية نحل بسيطة ف لا محررين بقى ابعتها لأبونا يوحنا سيدنا يوحنا قلت يظبط لك النحو واللغة صح؟ ولا ده خلاف كنائس برضه؟ لا انا كنت ساذج جولي الاقباط في وانا في فيينا سافرين وقالوا عايزين تبني كنيسه مش كده انت جيت اهو شوف حل بقى. كانوا بيروحوا يعني يؤدي صلواتهم في كنيسه صغيره ملحقه بالامم المتحده تحت مظله كده بقى بطرس غالي امين عام وبتاعه من الطائفه دي فمدينهم حاجه ما فيهاش حمامات وحاجه مزريه جدا. فرحت لوزيره الخارجيه قلت لها احنا عايزين كنيسة للأقباط، قالت لي إن شاء الله ابنه. قلت لها طب ما تدينا كنيسة من الكنائس التاريخية القديمة ونقلبها كأني لدغة تعبان. قالت لي أنا هديك كنيسة كاثوليكية من الكنائس النمساوية القديمة عشان تأديها لطائفة يعني أرثوذكسية أفريقية بجد والله. قالت لي ده كأنك قلبتها جامع. أنا ما كنتش أعرف إن أنتوا الخلافات بينكم جامدة كده. يعني مش إحنا بس، ده أنتوا كمان. فروحنا خدنا قطعه ارض وبعدين جم الاقباط قالوا لا دي لازم تبقى مربعه لها تقسيمه معينه غيرناها وجيت قداسه البابا شنودة الراحل ودشن الكنيسه وافتتحت ولا زالت تعمل حتى الان وعملت برضه اكاديميه اسلاميه في نفس الوقت عشان يعني لا يكون في خلايا نايمه برضه ما تضمنش موجودين في كل حته. فالاقباط بهذا المعنى يا حضرات هم كيان اصيل في هذا الوقت ويجب ان ينظر اليهم دائما. دول حتى غير ما همش جاليه قبطيه في مصر. لا ده جزء لا يتجزا من نسيج هذا الوطن وجزء اصيل يستحيل التشكيك في اصوله. مثلما المسيحيون العرب فيهم مسيح كده عروبتهم سابقه حتى على نصرانيتهم. عندكم قبائل الغساسنه كانت بفر زون ما بين الروم والعرب قبائل الغساسنه ما بين الفرس والعرب قبائل المنازره ما بين الفرس والعرب وقبائل الغساسنه ما بين الروم والعرب. ولذلك انا مره شفت واحد زميلي كنت تعرفوه اسمه الدكتور مصطفى حمارنا استاذ علوم سياسيه ضليع جدا في الاردن فقلت له انتوا عندكم العيله نصين؟ قال لي ليه؟ قلت له انا كانت بتدرس معايا دكتوراه في لندن في اوائل السبعينات سميره حمارنا وهي مسيحيه اردنيه. قال لي طب وبعدين؟ قلت له انت مسلم؟ قال لي مين قال لك ان انا مسلم؟ قلت له ما انت ليه؟ قال لي لا انا مسيحي اسمه مصطفى. قال لي لا انا هعمل لك بقى فاجعه. انا قال لي اخويا اسمه عمر. قلت له قال لي وهعمل لك فاجعه اشد. واحد من عائلتنا ابن عمي اسمه محمد. لانه ثبت لدينا وجود اسم محمد قبل البعثه النبويه وظهور النبي عليه الصلاه والسلام. اذا العروبه عندنا سابقه ولذلك ما كانش هزلي ابدا انكم تروا ان رواد الحركه القوميه في الشام بدات مع مسيحي الشام بالدرجه الاولى لان العروبه مرتبطه وسابقه على ظهور المسيحيه والاسلام.